ايام اداره ابو عبد الرحمن، طبعا انا اعرف ان في اسماء يعني موجوده في الساحه الان ولها اثر ولها حراك قوي جدا، كانت انا اشوفها انها صناعه الاعلامي عبد المجيد اليمني. اللي هي ما خلينا نقولها بصراحه يعني التواضع لوقته، لكن جزاك الله خير لك اثر كبير. عبد المجيد الفوزان، فهد السعير، حتى ناصر الغامدي اللي موجود في قناه بدايه كان من ضمن الناس اللي انت اخترتهم كمحكم في احد برامجك. واول شيء هذول ما شاء الله نجوم، هم من انفسهم مطلعين نفسهم بلا عبد المجيد لك ولا لك اثر. لا لك لكن أثر احيانا يصير الواحد هو منطلق وطالع، زي مثلا اخونا وحبيبنا عبد المجيد الفوزان بيض الله وجهه، هو مع المحيميد ومع الاستاذ وليد الزويد منطلقين وشاقين طريقهم. كان اذكر يوم كان في مرحله الابتدائيه طلع معنا مع اخونا وحبيبنا صالح العريض في برنامج مواهب وافكار، فقلنا ما شاء الله هالولد من صغره موهوب وما شاء الله تبارك الله. فكان برنامج شعبيات يمكن من انطلاقات مع مطبات وغيرها. السعير نفس الشيء، كنت طلبت من اخونا وحبيبنا برنامج محمد الطلحه يشوف لي احد المقدمين الوجيه الجديده، يعني قلت انا خلينا نغير ونشوف وجيههم. فذكر لي الاخ فهد وبيض الله وجهه ما شاء الله مبدع وقدم وفى وكفى. نفس الشيء اخونا ناصر الغامدي كان مشرف انشطه في احد المدارس الاهليه وجاب طالب عنده كان بعد ما شاء الله جويد اللي هو نشايع الغفيلي اذا ماني ناسي شايع له. وشفتهم ما شاء الله، قلت يا اخي هذول ما شاء الله مبدعين لا المدرس ولا الطالب. فطلبنا من ناصر انه يكون معنا محكم في برنامج المسرح مع صالح العريض، وفعلا ما قصر وفى وكفى. فهم نجوم خلقه. لا كانت انطلاقه يا ابو عبد الرحمن، يعني عبد المجيد الفوزان بعد شعبيات مختلف تماما. صح اكيد صراحه أكيد. يعني فهد السعير يوم شارك في برنامج السلام عليكم في القناه كلهم ما شاء الله اختلف وضعهم تمام. اشترك الآن وتعالوا نشوف جديد رمضان مع المجد مع باقة من العروض المميزة والحصرية. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.